قد يؤدي الفهم الخاطئ إلى الكثير من الأشياء الغريبة، ولكن الأغرب أن تؤدي إلى فتاوي وتشريعات عجيبة وغريبة وبعيدة عن جوهر الدين، سواء كان الدين الإسلامي أو غيره من الأديان السماوية. أهلا بكم متابعينا الكرام، اليوم جئنا إليكم بأغرب 6 فتاوى قد أصدرت في الأديان السماوية الثلاث خلال السنوات الأخيرة. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا منكم لنستمر في تقديم المزيد. أولا، منع المرأة من قيادة السيارة. المعروف هو أن قيادة السيارة بالنسبة للمرأة ممنوعة على المسلمين المتشددين في بعض الدول، وذلك لأسباب عدة، وأولها حرية الذهاب والعودة والتي يرون أنها قد تؤدي إلى فجور المرأة. لكن الأمر عجيب، لكن الأعجب إن علمت أنه في عام 2015 قامت جماعة يهودية متطرفة تتبع للطائفة الحسيدية في بريطانيا بإصدار فتوى تمنع إحضار النساء لأطفالهن إلى المدرسة في منطقة ستانفورد هيل شمال لندن، وذلك بسبب وجود عدد متزايد من الأمهات التي يقودن أطفالهن إلى المدرسة، ما أدى إلى استياء كبير بين أولياء أمور التلاميذ، واستلزم صدور قرار المنع، وذلك لتعارض ما حدث مع قواعد الحشمة داخل هذه الطائفة. ثانياً، التعري خلال العلاقة الجنسية يبطل الزواج. حرم العميد السابق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر تجرد الزوجين التام من الملابس خلال العلاقة الجنسية، وقد أثارت هذه الفتوى جدلاً واسعاً بين عدد من أساتذة الشريعة في مصر، وقد اعتبر أمر خلع الملابس مبطلاً للزواج، وذلك قبل أن يتراجع عن فتواه وينفي أنها صدرت على لسانه. وفي الديانة اليهودية، قال أحد الهاخامات إن اليهودية تسمح فقط بممارسة العلاقة الجنسية بين الرجل وزوجته في الظلام التام وتحت الأغطية. وأشار حاخام إلى أن المؤمنين المحافظين على وصايا الرب يحافظون على إقامة العلاقة، ويكفي وجودهما بغرفة مظلمة تماما. ثالثا، تحريم التكنولوجيا. بسبب اعتقادهم يعيشون حياة القرن السابع التي يمنع فيها استخدام أي وسائل تكنولوجية، إنهم طائفة الآميش، وهي طائفة مسيحية تحرم استخدام الكهرباء بشكل كامل لأنها تمثل نوعا من الاتصال بالعالم الخارجي، وهم يستخدمون العربات والأحصنة بدلا من السيارات، وتعتبر الموسيقى والمعازف والتصوير من المحرمات لهذه الطائفة، لأن استخدام وسائل الرفاهيات الحديثة كالتكنولوجيا محرم حسب اعتقادهم، ويعتبر أسلوب معيشة هذه الطائفة من الأغرب على الإطلاق. رابعا، تحريم النظر للورقة النقدية من فئة 50 شيكل. دعا الحاخام جماعته إلى طي الورقة المالية إلى الوجه الثاني، وحرم النظر إلى رسم الشاعر المرتد. قد لا تسمع أغرب من ذلك، حيث أصدر الحاخام اليهودي السفردي بن صهيون متزافي مؤخرا فتوى بتحريم النظر إلى ورقة نقود من فئة 50 شيكل، لأنها تحمل صورة الشاعر الصهيوني شاؤول تشيرنوفسكي، وهذا لأنه قد تزوج امرأة مسيحية، واعتبره بذلك معظم الحاخامات المتشددون في الديانة اليهودية مرتدا ومدمرا للأمة، لأن ما فعله مخالف للشرائع التي تمنع ذلك على اليهود. خامسا، يحظر على المسلمين العيش على كوكب المريخ. لا يجوز السفر إلى المريخ بلا عودة إذا كانت الحياة غير متحققة فيه، واحتمالات الموت أكثر من احتمالات الحياة، لما فيه من تعرض النفس للهلاك. كان ذلك هو تصريح منظمة هيئة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على أمر عيش المسلمين على المريخ، وذلك لأنه يعتبر عملا موازيا للانتحار، وهو أمر محرم في الدين الإسلامي. سادسا، فتوى تبيح للمرأة إرضاع زميل العمل منعا للخلوة المحرمة. فجر رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فتوى صادمة في عام 2007، عندما أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعا للخلوة المحرمة، وذلك إذا كان داخل غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسطة أحدهما. وقال عطا في تصريح إن إرضاع الكبير يكون 5 رضعات مما يبيح الخلوة، وأكمل أنه بذلك يمكن للمرأة أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعتها. وبحسب الشيخ يجب أن يكون الإرضاع موثقا كتابيا ورسميا، ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلان.